يلا عرف نفسك. احمد عاشور من احد ثوار التحرير. بندي رساله الى كل ام وكل اب وكل شعب مصر، بنقول ان هذه الثوره ثورتكم العظيمه، وما زلنا وسنستمر في هذا البيان الذي طالما نادت به الثوره فنحن مستمرون. وعفوا اعذرونا، نقول لكم في عصر ظلم واستبداد وقهر وما زال، ها هو بياننا نقوله لكم الى كل اب وام. تلاعب في المحاكمات وقتل يتقاضون رواتب ويعيشون في افخم القصور، هل الشعب يريد القصاص؟ مبارك المخلوع يعيش في شرم الشيخ بفلوس واطباء المان، من اين هذه الاموال؟ انها من دم الشعب. الامن غاب شهور طويله عنا ويستخدم البلطجيه في ردع وقمع وضرب المعتصمين، لماذا؟ من الجاني؟ نحن نرفض كل بلطجي وكل مخرب او مفسد للبلاد، ولكن هم الذين يدسون البلطجيه لتشويه صوره الثوره العظيمه التي بناها شعب مصر العظيم. من المستفيد في خراب البلد؟ اليسوا من سرقوها؟ اليسوا هم اصحاب النظام البائد؟ اليسوا من المحليات التي تم احلالها؟ لماذا اعتقل الثوار؟ لماذا اعتقل 10,000 سائر بمحاكمات عسكريه ويترك حسني مبارك طليقا؟ سوزان مبارك لماذا لم تدع في السجن؟ هذه المرأة التي كشفت كل الحسابات أنها تتقاضت 24 مليون جنيه لمصلحة من خربت البيوت وشردت الأسر وأضاعت الأطفال، إنها سوزان مبارك التي ما زالت وراء الثورة المضادة، وأنا أقولها بكل الوثائق والمستندات. لماذا يخاف منها النائب العام ولماذا يخاف منها الكسب غير المشروع؟ سوزان مبارك لابد أن توضع في سجن القناطر. لماذا لم يكشف حساب هذه المرأة التي ما زالت بعيدة عن الأحداث؟ رغم أنها القائد الحقيقي على الفساد المالي والإداري في عصر المخلوع حسني مبارك، إلا أنها ما زالت القائد الحقيقي للثورة المضادة. فكيف تجتمع برجال النظام البائد مساء كل يوم خميس في شرم الشيخ بعلم السيد المشير؟ نقول للنائب العام ارحل فأنك ليس لك مكان في هذه البلد. نقول لوزير الداخلية، تقول أنك جئت منذ 16 عام ولكن إذا كان الأمن كثير عليك فارحل أنت كذلك. نقول لمشير المجلس العسكري، فاشل في كل إدارة البلاد، ولي أمورها لبلدنا، فنحن الشعب نريد إسقاط هذا المجلس ولا نرضى به، فإن المجلس العسكري يتلاعب بنا ويتلاعب بالثوار، وهو دخل وشريك أساسي في الثورة المضادة، وعندنا كل الكشوفات والمستندات التي تدل على ذلك. ارحل واترك الشعب يقود بلادي، فأن مصر بخير ما دمتم أنتم بعيدين عنها. فأنت توالى المبارك، ونقول لك لماذا زيارتك المبارك كل أسبوع؟ نقول لك أين 3% من نسبة السلاح المصري؟ إنك متواطئ وإن مجلسك فاشل باطل، ونبطلك. فليرحل الجميع ولتتركوا مصر في عنانها ترضح وتقول لشعبها وثوارها نعم، إن مصر كرامة، إن مصر الثورة لن تتنازل عن كرامتها ولن تتنازل عن حريتها. فنعم باطل، باطل المشير، باطل النائب العام، باطل وزير الداخلية، باطل كل من تساوي له نفسه أن يضرب مصر. فمصر الأمن والأمان، وها هم رجال التحرير وها هم شباب الثوار يقولون نعم، وليسوا ببلطجية، إنهم مؤهلات ومحترمون، وإنهم رجال ألفوا الصعاب ونزلوا وتركوا بيوتهم من أجل مصر، ليس لمصلحة أو لمنصب أو لجاه أو لحزب ولا ائتلاف ولا خلاف ولا إخوان وخلاف، ولكنها مصر العظيمة التي تنادي صورها. فمرحب بكل صور مصر، وندعوكم يوم الجمعة القادمة علشان نقول المواجهة، حق الشهيد، حق المصاب، مصر أمانتكم.